خلينا نشرح لك من البدايه لان هذه ميزه حلوه فيه. هذه فيه هو هذا الرندر ماله الشاشه مالته اللي هني نلقاها ارنولد رندر فيو نفس الاي بي ار اللي بالمنتل راي وموجود بالفي راي. فالمهم كنت ابحث انا عن هالبلور هذا ما كنت احصله كنت احصل يعني كنت هني كنت كذي بالضبط. فمنطقيا انا لاني متعود على المنتل راي وعلى الفي راي فاذا بسوي بلور على هذا اروح على البلور اروح على الريفلكشن واعطيه بلور على الريفلكشن واعطيه بلور. هم لا هم عندهم البلور موجود على السبيكلر فهني تسوي له الرفنس اللي هو الرفنس معروف وتفتح الفريشنل هذه مالت اللي بالرفلكشن. لاحظ انه سوالنا اياه طريقة جميلة جدا نشوف هذا تخفف عليه شوي. طبعا الشاشة هذه جدا حلوة يعني ميزة جدا مريحة يعني مثلا احنا بنروح على مثلا الحين تبي تأشر على هذا انت بالرندر الحين تبي تعدل على هذه الكرة ماكو داعي تطلع برا وتروح تأشر هني لا تقدر من هني تطق على الكرة وتروح تعدل عليها. هني خلينا نقول له مثلا نبيها سبيكلاريتي شوف شلون صارت يا سلام اي شيء عجيب صراحة شيء حلو يعني هنشوف اذا بنسويها بعد دخلنا هذا اسود صير خلاص ميرور والرفنس نويت خلي 1 الرفنس لا خلي 0 لا وشوف تلف وين بتروح روح يعني شيء حلو صراحة. بس أنا أبي نت يصير نفس هذا شوف هذه الكرة نت هذه كرة عاكسة هذا 100% ميرور ميرور بالضبط ميرور يعني. فخلينا نسوي هذه نفس الشيء أشر عليها شو مسويت أنا هني الويت لا يعني الحلو فيه إنك أنت تقدر تعدل لايف يعني وايد يساعدك مع إن أنا شوف ترى يعني جهازي حد تعيش أي وقت هذه الرفنس صير زيرو. ألو أيوة من معنا هذا عبد الله كفراوي. اهلا اهلا عبد الله. فهذه هذه ال الرفلكشن بالارنولد والرفلكشن يعني الحين هذه اذا بتسويها انت تدري يمكن ابراهيم اذا بتسويها بال بالمنتل راي انسى صح؟ صح 200 200 صح ايه يعني سالفة. فالحين عندنا هذه احنا بالفي راي طبعا نفس الشيء لا تقول سامي ذاك احسن لا هذاك اذا انا بسوي التوتوريال او هذا الدرس على جهازي جهاز يعني زين راح اوريك شلون الفي راي يسمي يسوي لك اي بي ار. شوف اولا كم اخذ وقت وهو لسه قاعد يرندر ولسه راح يقعد وقت كثير. لا 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 هذا شوف هذا الحين يعتبر رندر فاينل هذاك مو فاينل هذاك مو فاينل هذاك مو فاينل يعني شوف الحين خلنا اوريك الحين البلوري على هذه ريفليكشن جلوسنس يعني نسوي له كذي
شوف شن صارت، هنخفف عليها شوي. يعني شوف موجودة بالرفلكشن، بس هم هناك يعني شايفين انه لا لازم تصير بالسبيكلر. شوف نخفف عليها، شوف البلوري شلون، وسريع يعتبر سريع يعني. بس بونوف بأمانة فين أفضل نتيجة، فيري ولا أرنولد في هذا؟ نفس الشيء أرنولد. لا لا لحظة لحظة لحظة، صدقني إنه شيء نفس الشيء، ما في فرق بينهم، ماكو فرق بينهم. حتى ترى حتى بالسسمه كشكل لا ماكو فرق، حتى بالمنتل راي. بس المنتل راي عشان تسوي هذه ياخذ لك وقت طبعا خيالي عشان تسوي هذه الحركه. بس قال لك عبد الله، طيب مين اسرع ارنولد ولا فيري بالهذيله؟ نفس تهيالي نفس بالرندر يتهيالي نفسي. خلينا نجرب، بس احنا ما نقدر يعني ما اقدر اطبق بالضبط اللي هناك هني. هنشوف مثلا هذا كم ياخذ وقت، وين نقول له عطنا الوقت، نزيد نكبر شويه عشان تشوفونه. ها كبير وايد، خلينا نشيل هذا. رندر تايم 8 سكند، خلينا نشوف الحين ايش كنت راح ياخذ. أنا متأكد أرنولد راح يتفوق. يلا خلينا نشوف. أقول لك شيء، حسب ما قاعد أشوف أنا الحين، شوف 24 ثانية. حلو، هنروح حلو، هنروح على هذا الديسكتوب، هذا أعتقد هذا إكستنشن 2. هذا الحين طبعا هذا مو رندر، هذا اي بي ار. الحين احنا نبي نقول هذا الشكل هني، اوكي. خلينا نقول الحين رندر، خلينا نسكر هذه، نفتح هذه علشان يكون جاهز، نعطيه رندر. حسب خبرتي ان شوف هذاك اسرع. لا لا لا، شوف شلون وقف هني بالرفلكشن، وقف بالبلوري. لحظه، شوف للحين عشان تعرف الفيريشن. وانا قاعد اقول لك انا حسب ما يعني تجربتي، اهم شيء النتيجه، اهم شيء النتيجه طبعا، هي ضروري. احنا الحين بنقارن على الوقت، خلينا على الوقت. الوقت اوكي زاد اي وايد. لا 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 قول. 48 ثانية. الله، اي يعني اقول لك يعني شوف هني. أيوة. انا شنو حاط بعد هذا، خلينا نفتح هذه، خلينا نشوف نسوي هذه بلوري شويه، نجرب هل في فرق ولا لا. مثلا الحين قلنا بالسبيكلاريتي نحطه كذي، وهذا كذي. خلينا نفتح الاي بي ار ماله بالرفلكشن، نفتح هذا ونسكر هذا. وين ال اوكي، خلينا نجرب شويه بس. انا ودي اشيل هذا، اخلي لون عادي احسن عشان يبين معانا. أرنولد ستاندر، نخلي لون مثلا. حلو التعامل معه، حلو بصراحة. يعني شيء شيق، شوفها با. لا شوف شلون يعطيك لايف يا أخي، الانجن ماله حلو، الانجن ماله حلو. أوكي خلينا نقول هذه، شوف في بلوري شوية،
مساء اخذ 48. شوف ترى هو مو رندر للحين، ترى فيه نويز انت ما تشوفونه، بس للحين هو قاعد يرندر شوي شوي بروجريسيف يسمونه، نفس اللي بال في راي. خلنا نوقف فايل ونعطيه رندر مره ثانيه. طلع الشاشه. بسم الله بسم الله. شوف كيف سريع. يعني يلا يا وحش يلا. هو يعني اذا بتقول لي بديل للماك لكم بدال الفي راي، اقول لك اوكي طالما ما تقدر تشتغل على الفي راي. بس مجرد ما ينزل الفي راي راح تشوف انت نتائج بروحك بعدين، صدقني. يعني شوف انا قالوا لي عليه الفي راي وجربه قدامي وكل شيء، صدقني، بس ما اقتنعت فيه الا لين اضطريت اني اشتغل عليه وقمت اطلع شغلات زياده. يعني اللي علمني عليه الحين انا اعلمه. اها اي، لان في شغلات لازم تبحث فيها. 48 نفس الشيء نفس الشيء. اي ابو نواف. ايوه شو بغيت اقول لك نسيت يا اخي. بس شوف شوف البلوري وايد حلو، يعني نتيجته جدا حلوه، جدا جدا حلوه. يعني شوف ناخذ هذا، صدق مع ان هني الصوره احلى، ماني عارف ليش. نعطي هذا شويه بعد الرفلكشن. طالع يا اخي شيء عجيب. نعطي وين الرفلكشن، هذا الرفلكشن. شو شلون طلع الكره اللي هني، في كره هني حمراء. انت شايفين ها معي؟ ايوه معاك يا وحش. ايوه ايوه هنا نطلع السبكلاريتي مثلا. لقيت في ميزه حلوه ما لقيتها بالفيري، يمكن انا ما اعرفها. يعني في السبيكلر فيها هذه تلف يلف السبيكلر، في لاين سبيكلر يطلع يلفه. يعني شوف اي شوف هذا اي، هذه وايد ميزه حلوه ترى قويه. اي هذه تسوي لها انيميشن تعطيك توفر عليك شغل وايد. لو بنسوي هذا بالمنت الري بنقعد سنة نتغلب. منت الري انسى، انسى منت الري، صدقني حاطينه بس كذي ديفولت الحين. لو سمحت خلوكم خلوكم في الأنور لو سمحت. اوكي 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 خلاص خلاص انسى 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 هذا، نزل الفيرا. والله مجبورين. لا لا الأرنولد الأرنولد ان شاء الله يضبط عندك مؤقت على ما ينزل الفيرا. فهذه هي السالفة. شوف لما نسوي الكرة هذه أزرق شيء عجيب. يعني شوف هذا ترى اللي قاعد يصير معاك هني، تدري شنو يوفر لك وقت، تعرفين، لان انت التست هو المشكله، التست هو المشكله. فهم الارنولد يعني بصراحه بهذه طلعوا فيها طلعه حلوه، يعني يوفر عليك تجارب وتست ورندر وما ادري شنو. وهذا انت ما تبي الفاينل، تبي شوي شوي، فوايد راح يوفر لك. طبعا هذا نفسه موجود بالفي راي، ارد اذكر انه موجود بالفي راي. اوكي بس مش موجود مزايا السلكت عبر الفي بورت حق الرندر، ولا موجود انك تحرك الا الحركه موجوده بس السلكت مش موجود. اي صح والله صح. لا حتى الحركه ماكو، حتى الحركه ما تقدر تلف هني. لا لا بلا تقدر بالفيو بورت تقدر تسويها. صح تقدر تقول له بالفي الفيو بورت مالك هو الانجن يصير تلف. أيه. صح صح كلامي، انما سلكشن يمكن هم يصير اذا يصير بالفيو بورد اعتقد هم يصير. هذا نشوفه بعدين ان شاء الله، بس الحين مبدئيا
صراحة الأرنولد شيء يعني يستاهل أن الواحد يعني يتجه له يبحث فيه أكثر. يعني شوف مثلا الحين خلينا نحط دوم لايت. دوم لايت جدا قوي، نقدر نقول خفف شوية الانتنسيتي. وفي في نعم الاكسبوشن هم صفر، وايد مرتفع لان اضاءات وايد حاطانه. يمكن اي حاط، خلينا نشيل الاضاءات، خلينا نحطهم صفر. كنا بيخلص الوقت. انتنسيتي زيرو، هذا طبعا تقدر تحط هني بال environment، تحط اي صورة تبي. خلينا نشيل هذا سكاي دوم لايت، تقدر تحط صورة هني. نشوف اذا حطينا صورة ايش يصير معانا. شوي مرات يعلق عندي انا، يمكن كرت الشاشة عندي ضعيف حيل يعني. اوكي هني نقول له عطنا صورة، يعطيك الانفايرمنت صح يعني. يعني تطبقها وما يحتاج انك تعدل خلاص. شوف اي شوف شوف شلون عكس، ها شوف شلون قط لك الالوان من لوت الانفايرمنت عندك يعني. ممتاز بصراحة، ممتاز عكس الانفايرمنت. ايوه الانفايرمنت، تحط اي انفايرمنت تبي يعني انت. يعني كان اجزاء على شوف ترى مو اتش دي ار، هذا مو اتش دي ار، يعني تقدر تحط صوره عاديه. الحين هاي صوره جي بي جي عاديه وسوالك الاتش دي ار، يعني هذه ميزه حلوه. انما الاتش دي ار وهم عاده يستخدمونه شنو كمصدر اضاءه، الجي بي جي ما تقدر تاخذ منها مصدر اضاءه، اما الاتش دي ار او الاي اكس ار تقدر تاخذ منهم مصدر اضاءه. بس من يستعمل مصدر إضاءة الحين؟ الحين مصدر إضاءة كله إضاءات، تحط تقدر تحط إضاءات على كيفك يعني. صح. طيب ونوف كنت حابب أسألك سؤال، لو عندي لايت حطيته لايت من الأرمية العادي وبي أحوله إلى لايت الأرنولد، يعني ما بي الحين شو مثلا خلينا نحط مثلا كرييت، خلينا نقول له كرييت لايت، خلينا نقول له دايركشن لايت العادي كه. هذا ما عليكم يعطيكم العافية. شوف هذا ال هذا ال الليت ماله الدايركشن لايت مال ال مال الماي عادي. بس خلنا ناخذ ماله بدايركشن لايت، خلنا ناخذ بوينت لايت يا اخي. شوف يعني ما فيه اي مشاكل. لا 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 ما في، ما في مشاكل يعني. شوف اتوقع يعني شوف الحين هذا بوينت لايت ما طلع معانا شيء، اعتقد معلق. خلينا نفتح مره ثانيه. اوكي مو مشكله، خلينا نفتح الاكسبوشر نفس ما قلنا، نزيد الانتنسيتي شويه، نقول ليش ما قاعد يعطينا، ما ياخذ معقوله. ما اخذ الاضاءه، إضاءة البوينت لايت ما خذاها. خلينا نحط سبوت لايت، نعطيه تي مثلا، نزل شوي تحت، ما أعطانا حتى شو اسمه. بس خلينا نروح على الأرنولد، درج الأرنولد اللي فيه
ونزيد الاكسبوشر نفس الشيء. ليش داك؟ اوكي اوكي معلق كان يعني حين هذا اخذ البوينت لايت بس ما ادري نشوف وقف هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وبركات. يعطيكم العافية أبو نواف. أهلين، يا هلا والله. مين معانا إبراهيم؟ أيوة أيوة الوحش موجود. من الموجود؟ معاك الحاج الولي. الحاج الولي. أبو نواف أنت قاعد تجرب إضاءة الماية مع الأرنولد ولا كيف؟ ولا إضاءة الأرنولد نفسه؟ لا قاعد أجرب الإضاءة العادية مع الارنولد. يعني شوف احنا حطينا بوينت العادي مال المايه، ممتاز، بنشوف هل يشتغل معاه ولا لا. الحين هذه فاضي، خلينا نقول كرييت لايت بوينت لايت. ما قاعد يطلع، ما ادري ليش. خلنا نسكر. لحظة، هني مسكر هذا. اوكي 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 الحين اعتقد اوكي معنا. حنروح الحين على الدرج مال ارنولد ونزيد الاكسبوشر. ايوه صح، لا يشتغلون يشتغلون سامي، حلو شغالين. بس احنا لان مساء مو مفعل الاي بي ار مال هني. هذا في ستوب يعني اي واحد الاي بي ار، يعني اي واحد اي لايت يصير عليه، اي لايت يصير عليه، بس لازم ترفع الاكسبوشر. اي ترفع الاكسبوشر، اكسبوشر والانتنسيتي هم يصير مع الانتنسيتي. بس شوف انا دائما استعمل الدي كي لينير. لا ما يتعرف عليه. اي ما يتعرف على هذا. الحلو بالارنولد ان اي شيء من الماية تلقى فيه له درج ارنولد تقدر تعدل عليه من الدرج ماله، سواء كاميرا او لايت او أيوة مجسم عادي. خرج الكاميرا نفتح الاكسبوشر مالها مثلا، نروح هني. طيب ابو نواف، تصدير الانيميشن بالارنولد الريندر حقه جربته؟ تصدير ال تصدير شنو الانيميشن؟ اي انيميشن يعني اقصد كاسيكونس او غيره، او هل يدعم صيغه اي في اي اللي هو الارنولد نفسه؟ يدعم اي اكس ار، هذه لحالها ميزه كافيه. لا ما فهمت ما فهمت ما فهمت شنو السؤال. انا سامي ترجم يا سامي. هو اسمه يبي يسوي رندر سيكونس لملف واحد، مو جي بي جي، يعني يكون ملف واحد زي اي اكس ار. اي اي يسوي الاي اكس ار، هو اكيد يسوي غيره. اي صيغه، اي صيغه بي ان جي جي بي جي. ما فهمتوا علي شباب. هو يقصد هل ممكن تستخرج العمل من الارنود بصيغه اي بي اي؟ يعني جربت تعمل اي بي اي؟ ايوه يا سلام عليك ابراهيم. اللحظه كان موجود هنا، المفروض هنا يبين كا اي اكس ار. هذه ماشين دي ما في بس اللي اعرفه في 3D ما في شيء اسمه اي بي ام. ام بلاي ما ادري شنو، خلينا نشوف الام بلاي شنو هي هذه. خلاص لازم على افكار، يعني لازم على افكار افكت. ممتاز، اكيد لازم، لأن لو صدرت اي بي اي فتحتاج مثلا في تغيير شيء معين، مثلا في فريم معين، فترجع من الاول جديد تعمل رينجر. عكس اذا كانت عندك مشكله في فريم معين مثلا من مكان معين الى مكان معين تعمل ان واوت. اها جميل كذا. طيب ونواف، انت ما وريتنا الميزه اللي في الشانل بوكس حق المجسمات اللي يطلع في درج الارنولد. شلون
في اي مجسم يطلع درج خاص بارنولد في التشانل بوكس. ما وريتنا هذه الميزه. اي هذه صح سالتني انت عنها امس. خلينا نشوف شنو ميزته, شنو ممكن يسوي. يعني مثلا هذا سوى سيلكت اوكي, نروح على هو في اول شيء ولا لا؟ شكله ما فيه. لا هذه السسمه, هذا البوكس على الشيب ارنولد كاهي. اي الشاشه واقفه عندي ولا عند الكل؟ عند الكل واقفه. تفضل يا ابو شكلك متذكر بس خلنا نشوف. اي شوف تقدر تحط له تسويها. هذه طبعا ميزه جدا 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 ممتازه. هذه بصراحه يعني انا ما ودي اقول هالسوالف بس يلا. والله العظيم يا اخي كل ساعه يطلع لي بشيء الارنولد المات.